قال المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن إن بطولة كأس مصر مهمة للغاية، كاشفا على أن هناك شكلا جديدا ومختلفا عن الفترات السابقة للمنتخب الوطني. وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوزيلندا إن اللاعبين يشعرون بحماس كبير ويريدون تقديم أفضل ما لديهم، معربا عن أمله في أن تكون نتائج المنتخب الوطني إيجابية في البطولة.